السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هذه هي الأطر المرجعية يعني ديال اللغة الإنجليزية دورة 2021 كما كتشوفوا هنا. إذا نشوفوا هذه الأطر المرجعية شنو فيها وشنو هما الدروس اللي غادي يكونوا عندكم إن شاء الله في الامتحان الوطني. إذا على بركة الله غادي ندوزو مباشرة يعني الدروس اللي عندكم. يعني بالنسبه للريدين راه غادي يعطيوكم واحد التكست اللي فيها واحد الاسئله اللي نتوما ديجا عارفين هاد الاسئله هادو. يعني انا اوريكم يعني طبيعه الاسئله، مثلا هنايا نوريكم طبيعه الاسئله، مثلا answer these questions يعني جاوب على هاد الاسئله. are these sentences true or false، واش هاد الجمل صحيح ولا خطا، ويعني غادي تعلل. كذلك are these statements true or false, correct the false ones، يعني واش هاد الجمل صحيح ولا خطأ، صحح يعني الخطأ، وكذلك صحيح ولا خطأ والتعليل إلى غير ذلك. يعني هاد النوع ديال الأسئلة انتوما عارفين يعني هاد النوع ديال الأسئلة. ندوزو اليونيتس اللي غادي يكونوا عندكم. بالنسبة لليونيتس اللي كاينين في الامتحان هما هادو، يعني اليونيتس اللي يعني غادي تمتحنوا فيهم في الفوكابلوري. عندكم gifts of youth, humor, women and power, and cultural issues and values. The last one is citizenship. إذا بالنسبة لهاد اليونيتس هادو غادي نشرحوهم شرح مفصل في القناة، باش يعني تعرفوا الفوكابلوري اللي متعلق بكل يونيت على حدة. إذا إن شاء الله يعني مباشرة بعد هذا الفيديو هذا غادي نحط الدروس ديال كل يعني يونيت. كذلك غادي يكون عندكم بعض يعني كما قلنا الفوكابلوري اللي عنده علاقة بهذا اليونيت هادو على شكل هادو اللي كنشوفوه هنايا، وهذا الشيء كلشي غادي نشرحوه ان شاء الله من بعد في الدروس. ندوزو للجرامر. جرامر كما كنشوفوا عندكم تنسز، كما كتشوفوا هنا تنسز، عندكم سيمبل بريزنت، present continuous, simple past, past continuous, present perfect, past perfect, simple future, و future perfect. هادو كذلك غادي نشرحو، يعني غندير واحد الدرس مفصل لهاد التنسز كاملين ونديرو فيهم تمارين ان شاء الله. كذلك عندكم reported speech, models, passive voice, relative pronouns, و linking words. linking words اللي عندكم addition, concession, contrast, purpose, cause and effect. يعني هادو اللي عندكم، هادشي اللي عندكم في الجرامر ان شاء الله غادي نحطوه حتى هو يعني الفيديوهات الخاصه بكل شيء. اما بالنسبه للفانكشنز، فانكشنز اش عندكم؟ عندكم making and responding to requests, complaining and responding to complaints, apologizing, asking for and giving advice, expressing and asking for opinion, agreeing and disagreeing, making suggestions, making, accepting, declining invitations. هادو كذلك ان شاء الله غادي نحطو فيديوهات خاصين بكل درس، يعني باش توجدوا لهم، لان كاينين شي وحدين ما درتوهمش في البكالوريا، مثلا بحال making suggestions and making and accepting and or declining invitations. هادو ما درتوهمش في البكالوريا، ان شاء الله غادي يكونوا في القناة بطبيعة الحال للتلاميذ اللي يعني باغيين يراجعوا لهم. بالنسبة للرايتين كما كتعرفوا، بالنسبة للرايتين غندوزو الرايتين مباشرة. الرايتين غادي يكون عندكم طبعا إذا بالنسبة للرايتين كيكون عندكم developing a topic sentence, writing a paragraph يعني كتابة فقرة, completing a paragraph يعني بتكمل واحد الباراجراف, writing an article غادي تكتبوا article, writing an email or telling a story. إذا إن شاء الله كل واحد فيهم غادي نديروا ليه واحد يعني نموذج باش تعرفوا كل واحد ولا كل writing كيفاش كنكتبوا. إذا كان هذا هو يعني كان هذا هو كل ما يتعلق بالأطر المرجعية. إن شاء الله راه هاد البي دي اف هذا غادي نحطو لكم تحت هاد الفيديو هذا، باش الناس اللي بغاو يقراو هاد البي دي اف هذا ولا اللي بغاو يقراو الأطر المرجعية. إذا ما تنساوش سبسكرايب في القناة باش يوصلكم جميع الدروس إن شاء الله اللي عندكم في هاد الامتحان هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يعرفوا
شنو هما الدروس اللي عندهم في الامتحان الوطني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.